الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حلقة 130 تكفل 130 مكاتبة الملوك والأمراء لتبلت. النبي صلى الله عليه وسلم حكم من الحديبية قبلة وصلح الحديبية قودة إلا مكاتبة إلا ودا اللي يعني دي نوع جهالة دي كل على ملوك الأمراء اللي بوا موجهية. وقلنا قراءاته شيء ضرورة هلا من قبل بطل دي بولا هلا من قبل كله بمثل أورا شكلته. والنبي صلى الله عليه وسلم معنا واستقر دي من دير المنورة ومن لس الحديبية عبالا مثل قريش سلح وقعة واتفاقية مسلم ودا هذه دي بلا وقت إلا يعني فرصتا علمي قلنا بعدا بنتفرغ وقول لهم شرهم امنه اسر اسر سنه وطعم علو بالحرب اللي بفنجيهم هذا الامراء ولا ملوك والامط دعوه لي حتى من دعوه لبطعم على سماحه الاسلام دين الاسلام تكليف من رب العالمين للوقت النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لازم قدام بطحهم بالرقم يعني واللي هنا واجب ناي الله سبحانه وتعالى دي النبي صلى الله عليه وسلم بعدين واجبنا احنا المسلمين تو لدعواتنا الاسلام اي انسان اللي بتلاقوا هو اللي بتفتحوا تريدوا. مكاتبة الملوك والامراء ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية وقد ابرم الصلح مع قريش وامن جانبهم بدأ بإرسال الكتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ويذكرهم بمضاعفة مسؤولياتهم. وهذه هي تلك الكتب بإيجاز كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحام بن الأبجر ملك الحبشة كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي أصحام عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله ادعوك بداعية الإسلام فإني أنا رسول الله فأسلم تسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. هذه الآيات في سورة آل عمران التي تعرض برسالة فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك وبيك من قبيني اللي بلها لا اختصار بسميته أصحما بن الأبجر النبي ليه بسم الله الرحمن الرحيم صلاة أكبر السلام عليكم والسلام على من تبع الهدى بلي وآمن بالله ورسوله رب الأمانة وأشهد أن وشهادة بها النبي صلى الله عليه وسلم وإله كله توحيد ووجهه له وأنا رسول من رب العالمين أنا بيلي وإلا آيات بقى لا كفخة طبما لا الله سبحانه وتعالى لنا آيات كتبه له وأبيك من قبيني إثنائك وزنبك وزنبنا يقومك كل ذي بكاتب يلي وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضميري الكتاب طبعا حتى أي حاجة تكتبه كتاب للطالح شيء مكتوب يعني كتاب رسالة من بي أوروح أوروح رسالة من تحت ما رسالة من قبل كتاب الله فكتاب القصة البالة لرسالة لك حطاعتها وبعث الكتاب أو بعث الكتاب مع عمرو بن أمية الطميري فلما أخذه النجاشي وضعه على عينيه ونزل من السرير وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبيعته وزوج أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها عنده 400 دينار
وأرسلها والمهاجرين في سفينتين مع عمرو بن أمية الدميري فقدم بهم والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. مات النجاشي هذا في رجب سنة 9 هجرية، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. الحمد لله. وخلفه على الحبشة نجاشي آخر وكتب إليه يدعو إلى الإسلام ولا يدري هل أسلم ولا يدرى هل أسلم هذا الثاني أم لم يسلم. طيب أول ما دروا بقى حيو تاني تعطوا كريو اللي سبحان الله مثل اللي الدميري بقى هو جيسي مثل اللي عمرو بن مية الدميري بقى مثل جيسي لكتاب لرسالة ولا حدود تاني تعطوا كريا لرسالة وأسلم بيدي علي بيدي جعفر بن أبي طالب وشهادتنا قال ودي بقى النبي صلى الله عليه وسلم سالت كتبة وبايعيه وكمان أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان لقد وغلو لا زوجة غلو وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصداقة دفعها 400 دينار ولاقيا غلو مسلم مهاجرين جيب سفينتين ومعي على عمرو بن رمي الدميري ومطيوم والنبي صلى الله عليه وسلم جيب خيبر على ولو كدلة. النجاشي موتى سنة 9 هجرية لا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نعيه وتعقبه وعمل وفاته للناس مثل توفى بير النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة القائد سلديبه والصلاة الوحيدة يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل يا صلاة القائد مبادئ من جديد بسبب يكوني وقرأه نجاشي في دورة مطا والنبي صلى الله عليه وسلم برضو كتب أقول لك أقوله أسلم ما أسلم إذا أمرني إلا الرسالة دي بن نجاشي لك الفيات صلى الله عليه وسلم كم سأل يوما كتاب دي نقوق اسمارك نا اسكندرية دي بنا اسكندرية دي بلعكا وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى نقوق اسمارك مصر والإسكندرية وهو بسم الله الرحمن الرحيم النقوق اسمارك دي مصر على الإسكندرية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقص عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني تونا يا أقباط على دي مصر دي اسكندرية دي كلها وأسلم تسلم وأسلمكم قبل أجرنا يكبركم مرتين وأبيكم قبل هيني لنايا نايكا ولنايا أقباط نايا جماعات كهذا الكبيري والآيات كالطور الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون. وبعث الكتاب مع حاطب بن أبي بلتعة فكلمه حاطب وأبلغه الكتاب فأكرمه المقوقص ووضع الكتاب في حلق من عين وختم عليه واحتفظ به وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر فيها بأن النبي قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام ولكنه لم يسلم وأهدى جاريتين ماريا وسيرين وكان لهما في القبط مكان عظيم وأهدى كسوة وبغلة اسمها دلدل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ماريا لنفسه والبغلة لركوبه ووهب سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه. ليني كتابكم سنبط حيو لناي مسل المقوقس أرقيا وخدميا ودي بحلقنا عاد كرايا واحتفظ با ودي بالنبي صلى الله عليه وسلم كتاب كتب قلوبي لي والله أنا يعني تاكع لكم النبي لكن من الشام بفكر بس لعلكم
وي أسلماني و هديت الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم كده من الجوار اللي على يقلو من أموت اللي على يقلو من أخدم دي بموال تمر كل عليا حتى ماريا وحتى سيرين لأن أكايا وكان لهما في القبط مكان عظيم وأهدى كسوة غضوة كان على يقولون دي وطبعكم مرات عليها ومشاهير عليها وبعقات عليها وسنيات عليها وكسوة الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم وكمان بقال أكل أقول له سميها دل دل بول علو النبي صلى الله عليه وسلم لما ماريا قلها روح تختيرها يا ولا بقال عنا على وإلا لكاري سيرين قبل حسان بن سابر قبلو حبيا صلى الله عليه وسلم كم سنة وكمان كتاب قبل كسرى برويز ملك فارس ديبو لاكا صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى كسرى عدي من فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأدعوك بداعية الله فإني أنا رسول الله للناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك بعد الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي وأمره أن يدفعه إلى عديم البحرين ليدفعوا عديم البحرين إلى كسرى فلما قرأ عليه الكتاب مزقه وقال عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه وقع كما قال وقد انهزم جيشه أمام الروم هزيمة منكرة ثم انقلب عليه ابنه شيروه فقتله وأخذ ملكه ثم استمر في التمزق والفساد إلى أن استولى عليه الجيش الإسلامي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لم تقم لهم قائمة لما يعني أمرنا يوكا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لصحاب الأكا حذافة عبد الله بن حذافة السهمي للأكا وتيني قلنا يا بحرين هبي وتقول له عبد الحديب كين وإلا يعني كينكم زي ما تبارك نسأيك قبيرة يمموش راعي ورمنا اللي يهتكم تسألوا لني قدر بسمي تو قدر ما سمي تشكت ببيلا وما زقيا ولا ولا شهادة طيا ولا طيا ولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم كم زبارة إن شاء الله ربنا من كل ما زق بيلا وفعلا توت هذا الزمان مثل له ودي معركة أتا وحد مهيني أورو من أولاده انقلاب ودي بك قتليو ولما ركضنا يوم دبلت مزق عند مزق عند بلا عند بلا عند بلا بلا وفي آخر المسلمين استلموا في أحد عمر بن الخطاب صلاح بن عمر بن الخطاب ديبا الحلقة التي قلت أن تهلت حلقة رقمت إلى الليل لأن الطماعة تهلت الذي رمب إعداء من قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم نكاته وقلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته